مرحب بكم مشاهدي عين على البرلمان في الجولة الأولى النهاردة لمتابعة آخر الأخبار المتعلقة بالشأن البرلماني وتحركات الحكومة. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الفقرة الأخيرة عن المشاكل اللي بستنى فيها مشاركات حضراتكم، اللي عنده مشكلة عامة أو رؤية لحل أي مشكلة يتواصل معانا على الأرقام اللي موجودة أمامكم واللي بتظهر على الشاشة. أبدأ أنا مع حضراتكم دلوقتي سريعا بالأخبار. نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ما تردد حول طلب مصر وساطة إسرائيل في ملف سد النهضة. تطرق مباحثات وزير الخارجية سامح شكري إلى هذا الموضوع خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل. أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن مباحثات شكري مع المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة تركزت على سبل حل القضية الفلسطينية وبعض الملفات السياسية المرتبطة بالعلاقات الثنائية. أكد على أن الإطار التعاوني الثلاثي القائم بين مصر وإثيوبيا والسودان كفيل بأن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وأن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بينهم في 23 مارس 2015 بالخرطوم هو الإطار الحاكم للعلاقة الثلاثية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة. قال السفير محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن اللجنة بتستقبل اليوم السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر لمنصب الأمين العام لليونسكو لمناقشة خطتها للتحرك خلال الفترة المقبلة. أكد أن اللجنة ستتحول إلى مستشار دائم للسفيرة، وأشار خلال الأيام القادمة من حملتها الانتخابية. بيواصل المنتدى الأول لنماذج محاكاة الدولة المصرية بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب أعماله لليوم الثاني بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حيث شمل اليوم ورشة عمل حول رؤية تطوير المنظومة الصحية، وتحدث فيها عدد من طلاب البرنامج الرئاسي حول رؤيتهم عن المنظومة الصحية في مصر وأوضاع الأطباء والممرضين وكيفية النهوض بتلك المنظومة وتوفير خدمة طبية متميزة وعلاج للمواطنين المصريين. ويهدف نموذج محاكاة الدولة المصرية للتعرف على رؤية الشباب حول المشكلات التي تواجه مصر واقتراح الحلول المناسبة والواقعية. كما يتضمن المنتدى 19 نموذج محاكاة تمثل كافة مؤسسات وأجهزة الدولة من حكومة ومجلس نواب وأجهزة رقابية، بالإضافة إلى 35 ورشة عمل مختلفة تشتمل على كافة قطاعات الدولة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وإداريا. قالت مصادر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد قام بتجميد الدكتور إبراهيم إمبابي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي. خليني أستقبل على التليفون أستاذ محمد غانم رئيس تحرير الأهرام التعاوني. أستاذ محمد برحب بحضرتك. يا أهلا بحضرتك شريف. ما مدى صحة ما أشارت إليه المصادر بأن وزير الزراعة الدكتور عصام فايد قام بتجميد الدكتور إبراهيم إمبابي رئيس الإدارة المركزية للحجر الصحي، وإذا كان ده حصل ليه؟ هو كان في اجتماع الدكتور إبراهيم إمبابي أول امبارح في بورسعيد، فالراجل قال له تعالى مصر، ومن مكتب الوزير اتصل بيه قال له أنت تم استبعادك من منصب رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي. ده تليفون، لكن ما فيش قرار صدر لغاية دلوقتي. وطبعا ليه؟ لأن يعني أقول إيه؟ وقعوا في بعض. موضوع أزمة الإرجوت، كان الدكتور ابراهيم بابي من الناس اللي معارضه لدخول الارجوت، فلما الوزير جه حب يقول لسعد موسى المعترض كرئيس الحجر الزراعي معترض على دخول الارجوت لمصر في شحنات القمح اللي خطورته شديده جدا، اقاله جاب مجموعه وقعد يسمع منهم كل واحد. الوحيد اللي قال له ممكن يدخل بشكل ونلاقي له حل هو الدكتور ابراهيم بابي. لما جه منصبه وشاف الضغط الشديد جدا على دخول الارجوت في رفض العلماء والباحثين واساتذه امراض معهد امراض النبات واساتذه الحجر الزراعي على ان هو مش موجود في مصر كافه حجريه، وبالتالي لا يجوز ان انا اعمل له تحليل مخاطر ولا ان انا ادخله مصر من الاساس. الراجل خايف وقال لك لا مش هدخل السجن لوحدي، ده قاله في احدى الصحف الكبرى، وقال انا مش هدخل السجن لوحدي وهدخل لو دخلت عشان موضوع الارجوت هاخد معايا وزير الزراعه. فطبعا كارثه، يعني كارثه لما تدار وزاره الزراعه بمثل هذه الهلهله يعني. طيب انا استاذن حضرتك استاذ محمد، ارجوك خليك معايا. بينضم لي على الهاتف من الناحيه الاخرى المتحدث باسم وزاره الزراعه الاستاذ عيد حواش. برحب بحضرتك استاذ عيد. اهلا استاذ شريف، ازي حضرتك؟ تحياتي لكل المشاهدين وضيفك على الناحيه الاخرى صديقي وعزيزي الاستاذ محمد. تحياتنا لحضرتك، وعايز اتاكد من صحه ما اشارت اليه المصادر
بأن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قام بتجميد الدكتور إبراهيم إمبابي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تجميد عمله أو تجميده من وظيفته. هذا لم يحدث على الإطلاق، وهذا الكلام عاري تماما من الصحة، وأنا بأكد لسعادتك من موقعي في وزارة الزراعة أن هذا لم يحدث على الإطلاق. ممتاز. هذا افتراء. ولم يتلقى أي مكالمة تليفونية أثناء تواجده في فرع الحجر الزراعي بورسعيد، وتم إبلاغه بدقائق أنه تم تجميد عمله إطلاقا يا فندم. هذا لم يحدث، بل بالعكس، أنه التصريحات اللي نشرت على لسانه في البوابة نيوز، هو حضر إلى الوزارة دكتور إبراهيم إمبابي ووقع على مذكرة لمعالي الوزير أنه لم يتصل بالصحفي ولم يدلي بأحاديث أي حديث صحفية على الإطلاق، وقع على هذا أمام 2 من وكلاء الوزارة. تمام، يعني هو وقع على مذكرة رسمية تفيد بأنه لم يتلقى مكالمة ولم يتم تجميد عمله. يا فندم، المذكرة قدامي أمامي الآن، ولو حضرتك حابين نبعت لك صورة منها نرسل لحضرتك صورة. يا ريت. لإعرضها. يا ريت. وأنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بس أرجوك خليك معايا وأرجع تاني الأستاذ محمد غانم رئيس تحرير الأهرام التعاوني. أستاذ محمد، إيه رأي حضرتك؟ والله الموضوع ده يرد عليه الدكتور ابراهيم امبابي بقى نفسه في الجريده. لا، الزملاء في الجريده، لان الحوار اللي انا ما اعلمه ان الحوار مسجل، اللي قال فيه ان انا مش مسؤول عن الارجوت واللي طلع قرار وزير الزراعه، وانه انا مش هدخل السجن لوحدي، الكلام ده مسجل. فهو كون يكذبه تحت ضغط او قدامه 2 وكلاء وزاره او ده حاجه ترجع للوزاره طبعا عشان الموضوع يتقفل. لكن هو ممكن يكون قال، الزملاء في البنوبه اللي يردوا، ممكن يكون قال كده، بس انا بتكلم في نقطه تجميد عمله. هو يعني المتحدث باسم وزارة الزراعة الأستاذ عيد حواش نفى تماما هذا الأمر. هو تجميد عمله عشان خاطر عمل حوار بوابة، فهو جه وقال أنا ما قلتش الحوار، ولما أتهم وزارة الزراعة بحاجة، وبالتالي ممكن يكون رجعوا في كلامهم. لكن اللي أنا شايفه إن برضو أسلوب مش صح، يعني المفروض إن الصحفيين في الزملاء بالبوابة ما حد لازم نعمل لهم، لازم هم اللي يردوا مش إحنا اللي نرد عنهم. أكيد الصحفي ده مش كاذب. يعني اللي بيشكك في الصحافة أنا أعتقد إن هو اللي مش الموضوع عنده حاجه خطا. يعني ما اعتقدش ان في صحفي ممكن يتحمل مسؤوليه ان يتهم وزير على لسان رئيس الحجر الزراعي، مش على لسان مصدر مجهول، بان هو كاذب وان هو دخل الارجوت لمصر، ويبقى الموضوع غير صحيح. يعني مش منطقي من وجهه نظر حضرتك، مش منطقي ان الصحفي يعني يقول على لسان رئيس الاداره المركزيه للحجر الزراعي كلام مهم عن وزير الزراعه ويكون بيفتري عليه او طبعًا. خيال من عند الصحفي. طبعا. والدكتور ابراهيم امبابي من يتحمل مسؤوليه دخول الارجوت لمصر بعد ما كان معترض وماضي على تقرير لجنه اعمال الحجر الزراعي بان الارجوت لا يدخل لمصر، ولما يجي رئيس الحجر الزراعي يوافق على دخول الارجوت لمصر، راجل غير موثوق فيه انه يوضع في هذا المنصب، وراجل يعني مش عايز اقول غير ان هو غير لا ليس اهل للثقه ان يبقى المسؤول الاول عن الحجر الزراعي في مصر، اللي هي حائط الدفاع الاول عن صحه المصريين. ما ينفعش واحد في لجنة عمل حجر الزراعة قبل ما يمسك المنصب يوافق على دخول الأرجوت لمصر، يرفض دخول الأرجوت لمصر، ولما يمسك المنصب يدخله، يبقى ده نصك ازاي؟ تمام. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد غانم رئيس تحرير الأهرام التعاوني. كلمة أخيرة عند حضرتك أستاذ عيد، تفضل. سيدي، أنا أحب أؤكد لحضرتك، لأنه صار جدل ولغط كبير جدا حول موضوع الأرجوت في مصر. عايز أوضح للناس، الأرجوت هي أجسام حجرية سوداء بتبقى موجودة داخل القمح، يعني حاجة صغيرة كده. الحقيقة هذه الأجسام الحجرية احنا ما عندناش في مصر لهذا المرض. احنا مسؤولين عن الصحة النباتية وليس عن صحة الإنسان. اللي عاوز أكده لك ان وزارة الصحة موافقة على نسبة 5%، هيئة الكودكس العالمية بتقر 5%، وده مشترك فيها 187 دولة على مستوى العالم. الهيئة المواصفة القياسية المصرية 5%. احنا من جانبنا لحماية الثروة النباتية عندنا ارسلنا للفاو بمنظمة الأغذية والزراعة، لأن التشريع الزراعي اللي موجود في مصر ده ملوش تحليل مخاطر. لما جه الوزير دكتور عصام فايد مع الوزير الزراعة والصحة الأراضي حلل، قال لهم التشريع، أنتم بتقولوا زيرو تولرنس، طيب
هل في تحليل مخاطر لهذا التشريع؟ قالوا ما فيش تحليل مخاطر. قال العلم يقضي بتحليل مخاطر. بعت للفاو وقعدت عملت لجنه وتم دراسه هذا الموضوع واقرت الفاو منظمه الاغذيه والزراعه للامم المتحده ان هذا الفطر لا ينقسم في مصر ولا ينتشر في مصر ولا يؤثر على الزراعه المصريه. ما المطلوب من الدكتور عصام فايد؟ طيب انا هتوقف عند هذا السؤال خلال. هتوقف عند هذا السؤال واحوله للاستاذ محمد غانم اللي لسه معايا على الخط. استاذ محمد، ايه المطلوب من وزير الزراعه؟ المطلوب يا صديقي الالتزام بالقانون الزراعه المصري والتشريعات الحجر الزراعي اللي الاستاذ عيد بيحاول يتجاهلها، وهو صديق عزيز واعلامي ناجح، المفروض ما يعني لا نغفل ضمائرنا كصحفيين. الارجوت غير موجود في مصر، وبالتالي لا يجوز ان نقوم بعمل تحليل مخاطر ليه او نستدعي اي خبراء من بره. لدينا من الخبراء ما يكفي، والناس حطت تشريعاتنا وقوانيننا وقالت نحمي بلدنا. مفيش ارجوت يدخل مصر ينفع ان انا اعمله تحليل مخاطر عشان اوجد ثغره واجيب واحده مش فاهمه حاجه من بره، وهي معنى ان هي اجنبيه تبقى بتفهم احسن من ناسنا. دي واحده مش فاهمه حاجه وجت بتقول لك الارجوت لا ينمو في مصر. لا، الارجوت ينمو في مصر، وبدليل ان هو ينمو في كل الدول على خطوط العرض بتاعت مصر اللي بتزرع القمح، انما في تونس وفي المغرب وفي ايران وفي اسرائيل. ايه يا جماعه؟ هتقول لي لا ينمو في مصر؟ لا بينمو. وازاي تعمل تحليل مخاطر لافه غير موجوده وغير مسجله؟ ده مخالف للقانون. افه غير موجوده في مصر لا يمكن ان احنا نعملها تحليل مخاطر. مفيش دوله في اوروبا بتعمل تحليل مخاطر لافه مش موجوده عندها. وانا ازاي يعني اجيب مرض جوه مصر مش موجود اصلا واجي اعمل له تحليل مخاطر عشان ادخله؟ وحتى النسبه يعني. وحتى النسبه العالميه، انا عندي تساؤل بشان النسبه العالميه بعد اللي سمعته من شرح الدكاتره اللي كلمتهم في الايام الماضيه اللي اجمعوا ان النسبه العالميه دي تخصهم بره، انما مصر بتستغل اكثر من 3 أضعاف هذه النسبه للمواطن المصري في حجم استخدامه للعيش او لرغيف الخبز. حضرتك قلت جمله من كام يوم كده نموذجيه، انا مش لاقي خبير واحد في مصر ده حقيقي موافق على دخول الارجوت. ما سمعتش حد بيقول لي ان مفيش مشكله. طب يا جماعه احنا بنعمل ايه؟ الارجوت افه حجريه ممنوع من دخول مصر، ازاي اعمل لها تحليل مخاطر؟ معقوله بحلل وببرر دخولها؟ ده شيء لا يعقل، لا يتقبله عقلي يعني. طيب انا بشكركم شكرا جزيلا. انا مش عايز استطرد اكتر من كده في الموضوع، والموضوع قيد البحث. شكرا للمتحدث باسم وزاره الزراعه استاذ عيد حواش، وشكرا كمان للاستاذ محمد غانم رئيس تحرير الاهرام التعاوني. الواضح الحكومه هنا في هذه النقطه بتتحرك بشكل سياسي، بتتحرك بشكل في متابعه للتشريعات وللبحوث وامور تكاد تبدو على الورق ونظريا سليمه 100%. الجانب الاخر بيتكلم بشكل على الارض، هل النسبة دي نسبة فعلا تتوافق وصحة المصريين؟ هل النسبة دي هي زي النسبة اللي بيستخدمها الراجل الأوروبي بره بياكل عيش زي الراجل المصري؟ المصري بياكل 3 أضعاف، وبالتالي النسب هذه تزيد. أسلوب الحماية وأسلوب الفصل بين الإرجوت كفطر وبين القمح ده أسلوب أصلا مش موجود عندنا ويكلف الكثير من الأموال. أسلوب الحفظ نفسه اللي انت بتحفظ بيه وانت ماشي بالعربية ممكن توقع، ممكن ينتقل بشكل او باخر، ممكن يعمل امراض للنبات. الصحة في نفس الـ الامر، يعني هذا الامر حتى هذه اللحظة يبدو مثار جدل بين العلماء والخبراء وبين الخبراء واللي بتقول عليهم وزارة الزراعة والنسب العالمية. مرة تانية أستاذ عيد حواش المتحدث باسم وزارة الزراعة معايا عنده تعليق تعقيب. دعني أوضح لحضرتك، لأن هذا الموضوع خطير جدا، وإحنا بنهيب بوسائل الإعلام نظرا للبلبلة اللي بتشار في هذا الموضوع. تفضل يا فندم. إحنا بنؤكد مجددا ما أعلنه الدكتور عصام فايد وزير الزراعة والتحرير الأرضي، إنه لم تدخل مصر أي حبة قمح مصابة بأي نسبة من فطر الإرجوت حتى الآن، رغم صدور القرار الوزاري رقم 1117 لسنة 2016 والذي أخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو وهي الدستور الغذائي العالمي كودكس بشأن نسبة الإرجوت المصابة دوليا في الأقماح المستوردة من الخارج. ودي حقيقة إحنا أزعناها أزعناها يا أستاذ عيد، أزعنا إن مفيش حبة قمح مصابة بالإرجوت دخلت. أيوة أزعناها. لا 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 ممتاز ممتاز، إحنا أزعنا هذا الكلام الرسمي. انا عاوز اقول لحضرتك بس يا استاذ شريف نقطة مهمة جدا، مفيش تشريع زراعي في العالم ملوش تحليل مخاطر. يبقى الكلام اللي نتشدق بيه ده
انا في النهايه كوسيله، انا في النهايه بحضرتك اعلامي برضو عارف، انا في النهايه كوسيله اعلام وكاعلامي بيسمع الراي، والراي حضرتك هات لي راي فني، لان مفيش استاذ جامعه على فكره، انا كلمت حوالي 3 4 على الهواء وقال لي ماشي، وكلهم يعني اساتذه في جامعه القاهره والفيوم وعين شمس، الكل اشار الى خطوره، والمنوفيه بيبلغوني اهو دلوقتي، الكل اشار الى خطوره هذا الامر، وكلهم متابعينه بالمناسبه، يعني انا ما اضفت لهمش معلومه ولا اديتهم معلومه، يعني حضرتك هات لي حد من مركز البحوث الزراعيه انا بقول لحضرتك ويقول لي الموضوع ده مش خطر. اجيب لك انا يا بيه يا فندم، الخطر خطر في ايه؟ الخطر النهارده ان العالم كله بيقول 5%، بالنسبه للصحه المصريه وزاره الصحه، احنا مش معنيين بصحه الانسان على فكره، احنا معنيين بالصحه النباتيه، عشان بس ما يبقاش في لغط عند الناس. ما انا ما بكلمش اساتذه صحه، ما انا ما بكلمش اساتذه صحه، انا بكلم اساتذه نبات برضو، ما انا اللي كل اللي بكلمهم دول اساتذه في كليه الزراعه. النبات الزراعي ده يا فندم اللي بيتكلم يتكلم من خلال معمل وتجربه، انما ما يتكلمش كده وخلاص. النهارده لابد تجرى معالي الوزير شكل لجنه على اعلى مستوى من مركز البحوث الزراعيه ومن قسم بحوث الامراض القمح، وايضا من معهد محاصيل الحقليه، وايضا من الحجر الزراعي، كل الخبراء، وجاب خبراء من بره، ومش هتتخذ القرار الا بعد ما تنتهي الدراسه. الدراسه تنتهي يقولوا الفطر ده ليه خطوره على النبات هيمنع. يعني حضرتك في دراسه بتتعمل دلوقتي؟ طبعا يا فندم. وتخلص امتى هذه الدراسه؟ وتخلص امتى؟ ده يا فندم ده شغالين فيها حاليا. طيب هل ليها جدول زمني؟ يعني نقدر نقول هتخلص امتى؟ نقدر احنا نبعت الكاميرا والمراسلين يسالوا الاساتذه والدكاتره في معهد البحوث الزراعيه بالظبط، والمتخصصين يقولوا الموضوع ده دراسه مستمره وشغاله، واحنا ما بندخلش قمح مصاب بالارجوت حتى الان. دي انا زعتها، بس انا باكد مع حضرتك المعلومه، انا انا يعني باكد على معلومه المستند الرسمي اللي صدر من وزاره الزراعه، واللي بياكد ان ما فيش حبايه قمح دخلت، احنا بنتكلم على الشحنات اللي لسه هتيجي او مش هتيجي طبقا بقى للدراسات والاختبارات، مش عارفين احنا يعني استباق. الدراسه يا فندم شغاله، الباحثين بيعملوا على قدم وساق، النهارده لاعطاء الراي النهائي الباحثين بتوعنا، وفي النهارده استعانه بكل الاطراف بحيث انه يبقى ننهي هذا الجدل ولا غلط. طيب تخلص امتى الدراسات ونتابع معاكم؟ يعني احنا ان شاء الله مجرد ما تنتهي الدراسه سنبلغ سيادتك فورا ونبلغ وسائل الاعلام بيها. يا فندم انا شاكر جدا 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 لحضرتك، المتحدث باسم وزاره الزراعه استاذ عيد حواش. نسيب الزراعه والارجوت ونروح للاسكان. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيتم بدء سحب كراسات الشروط والمواصفات من فروع بنك التعمير والإسكان والتقدم للحجز بالمرحلة التكميلية ل 59 ألف قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزا بمساحات تتراوح وتبدأ من 209 إلى 1500 متر مربع. أستاذ هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، برحب بحضرتك، تفاصيل أكتر عندك، تفضل. مساء الخير يا أستاذ شريف. مساء النور. مساء الخير على السادة المشاهدين، إحنا دلوقتي دي القرعة التكميلية، إحنا كنا طرحنا قرعة من حوالي 3 شهور، القرعة دي كانت فيها أكبر أضخم طرح لقطع الأراضي حصل في تاريخ مصر، كان حوالي 21300 أو هما بالظبط 21398 قطعة أرض، تقدم ليهم ما يقترب من 180 ألف مواطن. احنا نظرا للاقبال الرهيب ده على قطع الاراضي المطروحه، مع الوزير كلف وزاره كلف هيئه المنتجات المدنيه الجديده بسرعه تخطيط وطرح عدد اخر من قطع الاراضي للي هيخسرهم او لمن لم يوفقهم الحظ بقى او التوفيق او حليفهم التوفيق في القرعه اللي بتتعمل دلوقتي. ان شاء الله احنا هنطرح زي حضرتك ما قلت من شويه ما يقترب من 59 ألف قطعه ارض في حوالي 21 مدينه جديده على مستوى الجمهوريه. القطع المطروحه هتكون في مقسمه لثلاث شرايح، قطع اراضي بنسميها الاسكان الاجتماعي، دي قطع صغيره وبتكون سعرها مناسب لشريحه الاقل دخلا ومتوسط الدخل، ثم بنطرح اراضي بنسميها قطع اراضي المتميزه، ودي مساحتها بتوصل لحوالي 500 متر، تكون في بعض الاماكن المتميزه، ثم قطع الاراضي الاكثر تميزا، ودي قطع اراضي في اماكن عاليه التميز وبتكون باسعار هي السعر السوقي لهذه القطع.
احنا طرحين ال 859 الف قطعه ارض متقسمين زي ما قلت، منهم حوالي 34841 قطعه ارض للاسكان الاجتماعي، 16400 تقريبا للاسكان المتميز، و7500 للاسكان او قطع الاراضي للاسكان الاكثر تميزا. احنا المواطنين اللي هم بيجرى ليهم القرعه الحاليه اللي هيخسر فيهم من حقه بقى يدخل القرعه التكميليه دي ويسحب، ما يسحبش فلوسه من البنك اللي تعمله الاسكان، وبيروح يسحب كراسي الشروط ويدخل يتقدم مره اخرى على قطع الاراضي المطروحه. تمام. اللي ما توفقوش في الحصول على قطعه ارض في القرعه العلنيه هيخشوا بعد كده في التكميليه، مش كده؟ التكميليه وعلنيه برضه هي كمان. طب واذا ما توفقوش برضه؟ لا احنا حظهم كده بقى ولا هم نحس بقى؟ مفيش تكميل مباشر، ما اقدرش اقول له فلان وفلان ياخدوا بقى، مش عندنا دي. هم ربنا يدي الكل يعني. انا بشكر حضرتك يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا. بس في الاول عايز اسال حضرتك، بس قبل ما اشكرك يعني ملاحظه سريعه، الحد المقبل بدء سحب كراسات الشروط والتقديم للمرحله التكميليه التميز اكثر تميزا بالضبط للمتميزه والاكثر تميزا مظبوط. تمام. اللي بعدها بقى بفتره اللي هيبقى الاسكان الاجتماعي، لان الاسكان الاجتماعي اللي هي الارض الصغيره دي القرعه بتاعتها دلوقتي بتتجرى حاليا، فبالتالي ممكن مواطن يكسب فما يتحبش غير لما الاول نقفل إجراء الكرة وبعدها يسحب بقى الاجتماع. تمام. أنا بشكر حضرتك يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا. أستاذ هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان. عاجل مشاهدينا، الرئيس السيسي خلال لقائه بشباب البرنامج الرئاسي يعرب عن سعادته لما قدمه الشباب من حلول للأزمات الراهنة. الرئيس السيسي قريبا جدا سيتمكن المواطن من دخول البنوك والحصول على الدولار بسعر موحد، قريبا جدا سيتمكن المواطن من دخول البنوك والحصول على الدولار بسعر موحد، قريبا جدا سيتمكن المواطن من دخول البنوك والحصول على الدولار بسعر موحد، على لسان رئيس الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي. الأيام القادمة ستشهد الكثير من الأخبار السارة للشعب المصري، ده خلال لقائه بشباب البرنامج الرئاسي ويحدث الآن. دكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب قال إن اللجنة في انتظار مشروع قانون بناء الكنائس اللي انتهت الحكومة من مناقشته أمس الأحد مع المستشار مجدي العجاتي وزير شؤون مجلس النواب، لافتا إلى انعقاد جلسات مشتركة بين اللجنة ولجنة الشؤون الدستورية لمناقشة القانون. دكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب معايا على التليفون، برحب بحضرتك يا دكتور وتفاصيل أكثر. تحياتنا يا فندم، صباحك الله بالخير يا أستاذ شريف. الله يخليك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب يا فندم وأنت بكامل الصحة والعافية. يعني تفاصيل أكثر عن مشروع قانون بناء الكنائس، يعني هل تحدد وقت إرساله ولا لسه في انتظار الحكومة؟ يعني أنا في انتظار مشروع القانون، أو اللجنة بمعنى أصح في انتظار مشروع القانون للبت فيه بإذن الله تعالى بما يناسب الظروف اللي احنا فيها، وبما يناسب أيضا أن الشريعة الإسلامية لا تضيع حقوق الآخرين على الإطلاق. ممتاز. طيب يا دكتور عايز أرجع أسأل حضرتك على موضوع الخطبة المكتوبة، وتوصلتم لحل أو وساطة أو خليني أقول نقطة مشتركة بين موقف الأزهر والأوقاف. تمام يا أستاذ شريف، أنا أشكرك على هذا السؤال الحقيقة. يعني العفو يا فندم. إحنا لما يعني الكلام كتر في هذا الموضوع، الحقيقة أنا يعني دعيت معالي وزير الأوقاف لزيارة اللجنة الدينية بمجلس النواب. الحقيقة جينا واتفقنا على مبدأ أنه لا يصدر قرار في هذا الشأن على الإطلاق الآن إلا بعد دراسة متأنية وكاشفة حتى يتبين له الإيجابيات من السلبيات، وقلنا له يتوقف ويجعل الأمر الآن على سبيل الاختيار وليس على سبيل الإجبار. والرجل الحقيقة طلع معانا بيان من اللجنة الشؤون الدينية برئاستي، ومعالي وزير الأوقاف وقع معايا على هذا البيان.
لما بعدها صدر قرار هيئة كبار العلماء وهم أساتذتنا وتعتبر المؤسسة الأعلى الدينية، احنا بنحاول بقى الأسبوع ده إن شاء الله بإذن الله تعالى إن احنا ندرس موقف هيئة كبار العلماء وننقله لوزير الأوقاف ونحاول نوفق ما بين الرأيين لمصلحة البلد، لأن احنا لسنا متحملين على الإطلاق الآن، لا تتحمل مصر أي خلاف أو أي اختلاف دور الذات في هذه الفترة. تمام، أنا اتكلمت مع يعني العديد من مشايخ الأوقاف ووكلاء وزارة الأوقاف السابقين في شرح تفصيلي لهذا الموضوع، يعني أحب أن أنا أشترك وأقوله لحضرتك إذا سمحت لي. قالوا لي أولا الأزهر الشريف لم يتحدث مطلقا عن الخطبة الموحدة، تحدث عن فقط يعني ترك موضوع الخطبة الموحدة للي بيقولوا ما ينفعش تبقى موجودة في سيناء وموجودة في الأرياف أو موجودة على المناطق الحدودية نفس الكلام أو نفس الخطبة، زي مثلا ما بيقولوا في الخليج الخطبة موحدة، فاتكلموا فقط الأزهر تحرك فقط على الخطبة المكتوبة. وعندما نتحدث عن الخطبة المكتوبة أنا بتكلم مش على أماكن يعني شخصيات في وزارة الأوقاف لها مواقع رسمية، هم خلاص طلعوا من وزارة الأوقاف وبيتكلموا بيستندوا على منطق وزير الأوقاف، بيقولوا في 90,000 من الخطباء اللي موجودين لا يملكون العلم الكافي ليؤهلهم لمسألة الخطبة أن يقوموا بها بشكل منفرد، نظرا لأن فيهم خطباء بيسموهم خطباء المكافأة. في نفس الوقت هم بيقولوا أن 90,000 دول هم اللي يحتاجوا أو هم اللي محتاجين. خليني نحط يعني شرطتين تحت كلمة خطباء المكافأة. تمام. عشان نراجعها مع بعض أنا وسعادتك الآن يعني. تمام. هم دول اللي محتاجين الخطبة المكتوبة، وإن كانوا يروا أن الخطبة المكتوبة لا ينبغي أن تكون إلزامية، ينبغي أن تكون استرشادية أخذا برأي حضراتكم. ده كل الكلام اللي أنا سمعته في هذه النقطة. هو لو رجعنا لخطباء المكافأة، اللجنة احنا حلينا اشكال خطباء المكافأة مع وزارة الأوقاف، ودول ما يقرب من 4,000 او 3,000 خطيب بالمكافأة، واتفقنا مع وزير الأوقاف والكلام ده ايضا في مكتبنا مع وكيل الوزارة، اتفقنا على ان احنا هنعمل لهم مسابقة ويدخلوها، يدخلوا المسابقة دي واللي ينجح منهم ان شاء الله يثبت ولم يعد خطيب بالمكافأة، ودي هتعطينا يعني أفق أعلى للتفكير، أو اللي هينجحهم هيبقوا يعني أئمة متميزين بإذن الله تعالى. فإحنا لا نخشى من خطباء المكافأة على الإطلاق ما دمنا بنحل إشكالهم، واللي هينجح منهم في المسابقة هيثبت ويبقى خطيب تابع لوزارة الأوقاف. تمام، طيب ماشي يا استاذ شريف، انا مع حضرتك، بس هي الفكره بقى ان هو ذكر بالرقم، بيقول ان 90,000، يمكن انا اخطات في ضم ال 90,000 دول، من افتكرتهم كلهم خطباء مكافاه، بس بيقول في 90,000 عندنا من 120 او 140 او 130 مش مؤهلين بالشكل الكافي. بيتهيألي يعني يبقى صعب التقدير ده، بيتهيألي هيبقى صعب شويه ان احنا يبقى معناها كده ان الخطباء اللي عندنا كلهم يعني أنا ما أقدرش أوصفهم بهذا الوصف على الإطلاق يعني. لأن دول مستلمين مساجد ولهم أفكار وبيقرأهم، ووزارة الأوقاف عطياهم كتب وعطياهم يعني أشياء كثيرة جدا يستطيعون من خلالها إن هم يكونوا أئمة متميزين. أنا اللي يهمني في هذا الموضوع الخطيب اللي يستطيع يجدد الفكر، لأن ده مطلب رئيس الجمهورية. تجديد الفكر الإسلامي أو تطوير الفكر الإسلامي، حتى بل سعادتك، أو تطوير الخطاب الدين. نعم. أنا يهمني في الخطيب أن يكون إنسان حصيف وعنده ذكاء، يستطيع أن هو يتناول الموضوعات اللي احنا عايشينها الآن. والحقيقة يا دكتور، أنا عايز أتكلم مع حضرتك بمنتهى الصراحة في هذه النقطة، وأنا معك والله في منتهى الصراحة.
النهاردة في الزمن اللي احنا عايشينه ده وعصر السرعة وسهولة الحصول على المعلومة سواء بقى من خلال التلفزيون اللي مليان يعني بالمشايخ والبرامج الدينية أو من خلال الإنترنت اللي سهل إن أنا يعني أضرب سؤال تطلع لي 60,000 إجابة، مين الخطيب اللي يبقى موجود يوم الجمعة وأنا جاي له طول الأسبوع سمعت اللي سمعته وقريت اللي قريته وشفت اللي شفته وهو هيطلع يضيف لي أو يفيدني؟ الخطيب المتميز في الفكر. دول قد إيه بقى يا فندم؟ اللي عايش ما نحن فيه الآن. نعم، دول قد إيه؟ ما هو ده وزارة الأوقاف هي اللي تقول. إنما مش أنا اللي أقول الحقيقة يعني. يعني احنا بس حضرتك معايا، يعني حضرتك متفق معايا إن أصلا اللي جاي لك النهاردة يسمعك يوم الجمعة ويسمع الخطبة بتاعتك يوم الجمعة هو أصلا شاف من مشايخ كبار على التلفزيون وأئمة كبار، شاف تساؤلات وفتاوى وسمع آراء مشايخ وجاي لك أصلا عنده فكرة عن الموضوع، يعني المفترض أن أنت تفيده أو تضيف له. نعم صحيح، هو ده المفروض في الخطيب أن يضيف إلى المستمع أو إلى المتلقي. يعني خطيب النهاردة في العصر ده ينبغي أن يكون تماما مختلف عن العصر السابق، خلينا نتكلم 30-40 سنة اللي فاتت. وأنا معك في هذا تماما، ولا أظن أن يختلف معنا أحد. تمام، حضرتك شخصيا مع الخطبة المكتوبة استرشادية ولا إلزامية ولا مش معها أصلا؟ الحقيقة يعني إحنا بالبيان اللي أصدرناه من لجنة الشؤون الدينية مع وزير الأوقاف إحنا يعني رأينا إن هو يدرس الموقف دراسة وافية، يعرف الإيجابيات ويعرف السلبيات بعدها يصدر القرار، وهذا ما اتفقنا عليه. يعني إحنا لا نصدر قرار بدون دراسة. فأنا بقول لوزير الأوقاف واستجاب لهذا المطلب من لجنة الشؤون الدينية، بنقول له ادرس الموضوع دراسة وافية، دراسة كافية، دراسة شافية، بحيث تعرف الإيجابيات والسلبيات. والله لو كله إيجابيات لمصلحة البلد أهلا وسهلا، لو فيه سلبيات نبتعد عن السلبيات وبلاش نصدر هذا القرار. معنى هذا البيان، معنى هذا البيان وهذا الرأي ان حضرتك شايف ان الوزارة تسرعت؟ يعني لا، احنا يعني بلاش نوصف حد يا استاذ شريف باي شيء، احنا بس خرجنا بالبيان ده. خرجنا بالبيان بانه هو لا اجبار في الخطبة المكتوبة على الاطلاق، وانما العملية عملية اختيارية الان ليدرس وزير الأوقاف أو معالي وزير الأوقاف ليدرس الموضوع دراسة وافية متأنية عشان خاطر لا نتحمل فتن ولا نتحمل اختلاف ولا نتحمل خلاف في هذا الوقت. تمام، أنا طولت على حضرتك وبشكرك، بشكرك شكرا جزيلا. سعيد والله العظيم بك. شكرا يا فندم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، عايز أبشر حضراتكم بالأخبار العاجلة، الرئيس السيسي خلال لقائه بشباب البرنامج الرئاسي بيعرب عن سعادته لما قدمه الشباب من حلول للأزمات الراهنة. الرئيس السيسي قريبا جدا سيتمكن المواطن من دخول البنوك والحصول على الدولار بسعر موحد، قريبا جدا سيتمكن المواطن المصري من دخول البنوك والحصول على الدولار بسعر موحد. الرئيس السيسي نصا بفضل الله الناس اللي مخزنة الدولار هتجري بكرة على البنوك تفكه. أنا ما بقولش كلام من مصادر رسمية أو مصادر وزارية، أنا بقول كلام على لسان رئيس الجمهورية. إذن قريبا جدا سيدخل المواطن المصري للبنوك للحصول على الدولار بسعر موحد، واللي مخزن الدولار هيجري علشان يفك الدولار. الرئيس السيسي، الحكومة لا يمكن أن تتخذ قرارا ضد مصلحة الشعب، الحكومة لا يمكن أن تتخذ قرارا ضد مصلحة الشعب. الرئيس السيسي، التحدي الحقيقي بيكمن في تعزيز حجم الثقة بين الحكومة والرأي العام، التحدي الحقيقي يكمن في تعزيز الثقة بين الحكومة والرأي العام. هناك معالجة للدعم دون أن تطال محدودي الدخل. الأزمات تتطلب اتخاذ حلول تتحملها ونتحملها جميعا، وعلينا ترتيب أجندة العمل الوطني جيدا. هذه رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال لقائه بالشباب في البرنامج الرئاسي.
ايضا الرئيس السيسي حرصنا على هيكله اسعار الكهرباء وان تبقى اسعار الشرائح الثلاثه الاولى مناسبه لمعظم المصريين. مجلس النواب واللي بيحصل فيه دلوقتي، زميلنا محمد بهاء على الهواء مباشره هيدينا التفاصيل من عنده. محمد انا برحب بيك والتفاصيل عندك، اتفضل. يلا يلا. برحب بيك شريف وبالساده مشاهدي عين على البرلمان متواجدين امام مجلس النواب لعرض تفاصيل اعمال المجلس اليوم. اليوم شريف لا توجد جلسات عامه، وان كانت اولى الجلسات العامه ستكون في 7 أغسطس المقبل. اليوم شريف عدد من اللجان النوعيه بتجتمع اليوم، مثل لجنه الشؤون الاقتصاديه واللي اجتماعها يعني يوجد عند لجنه الشؤون الاقتصاديه وهي برئاسه النائب الدكتور علي مصلحي، اجتماعين اليوم. الاجتماع الاول وهو ما زال مستمر حتى الان يعني سيكون يعني لمناقشه، وان كان بالفعل تمت المناقشه او الموافقه على بعض القرارات اللي هقولها لك حالا. تم الموافقه على قرار 292 بشان الموافقه على اتفاق تعاون فني بين حكومتي مصر و ألمانيا. هذا التعاون أو هذه البرامج ستكون بشأن بعض يعني موارد المياه وشبكات الصرف الصحي وموارد مياه الري. تمت الموافقة على هذا القرار، قرار رقم 292. أيضا شريف سيتم مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 250 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة بين حكومتي مصر والسعودية بالاشتراك مع المكتب الشؤون العربية. أيضا لجنة الشؤون الاقتصادية في اجتماعها الأول ستناقش قرار رقم 314 وهو بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد. ده بالنسبة للاجتماع الأول. أما بالنسبة للاجتماع الثاني للجنة الشؤون الاقتصادية سيكون لمناقشة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، أيضا تداعيات ارتفاع سعر الدولار. وإن كنت يعني أنت قلت بعض الأخبار من شوية في خلال اجتماع الرئيس السيسي مع بعض الشباب، أيضا هذا الاجتماع سيكون بشأن الآليات اللي اتخذتها الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الدولار والإجراءات المرتبطة بشأن قرض مصر من صندوق النقد الدولي. ده بالنسبة لاجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية. أيضا لجنة الصناعة بتجتمع ممثلا عنها النائب أحمد سمير أمين سر اللجنة وأحد مستشاري وزير الصناعة. بخصوص هذا الاجتماع يعني عدة ملفات ستكون على رأسها بالطبع دمج بعض الكيانات المؤدية لنفس الدور في وزارة الصناعة يعني كأحد يعني سبل ترشيد الإنفاق. اللجنة الأخيرة اللي بتجتمع النهاردة وهي لجنة الشباب والرياضة وهي برئاسة النائب محمد فرج عامر، يعني هذا الاجتماع الثاني للجنة الشباب والرياضة يعني استكمال لمناقشة قانوني الشباب الجديد وقانون الرياضة الجديد. يعني تفاصيل أكثر شريف عن هذا الاجتماع، يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا سيادة النائب اللواء أشرف عمارة وهو عضو لجنة الشباب والرياضة ونائب دائرة الإسماعيلية. برحب بيك سيادة النائب في عين البرلمان. أهلا بيك، بشكر حضرتك وبشكر الأستاذ شريف. يعني تفاصيل اكتر عن اجتماع اليوم ويعني اخر ما تم الانتهاء من اجتماع الامس وبدء اجتماع اليوم. هو احنا بنجتمع الاجتماعات اللجنه النوعيه للشباب والرياضه من امبارح، عملنا جلسه والنهارده في ان شاء الله جلستين. وابرز حاجه عملناها ان احنا بمجلس اداره المركز الشباب او الهيئه الشبابيه بيبقى 50% من الشباب وواحد عضو او 1% من الاعضاء بيبقى من ذوي الاحتياجات الخاصه. بالاضافه الى تدعيم الكل مركز الشباب بكافه الوسائل المتاحه لي، عايزين الناس تلعب رياضه، فدي بنركز فيها. وكل ماده من مواد القانون بندرسها ماده ماده وبناخد فيها الاراء عشان يطلع قانون على احسن مستوى ان شاء الله. يعني تم مناقشه كم ماده من قانون الشباب الجديد حتى الان؟ حتى الان 16 ماده. من اصل 62 ماده بالظبط كده. اه صحيح صحيح. اه صحيح. بالنسبه لقانون الرياضه الجديد يعني، او خليني اسال حضرتك برضو على قانون الشباب الجديد، يعني ما فيما يخص القانون القديم والقانون الجديد، ايه اللي مش موجود في القانون القديم وتريدون ان يكون موجودا في القانون الجديد من مواد وبنود؟ هو لسه احنا يعني ايه ماده ماده بتتم دراستها، في حاجات مظبوطه ما فيش فيها مشكله، حاجات روتينيه عامه. واول حاجه قابلتنا اللي هو موضوع 50% من الشباب، كان الناس كلها عادي، لكن احنا صممنا ان احنا نبقى 50% من المجلس الاداره للشباب، بيكون يعني ما يقلش عن 5 ولا يزيد عن 15، ويكون فيها من ذوي الاحتياجات الخاصه فرض ولا حاجه ان وجد. وبيتم فيه تعيين 2 من اصحاب الخبرات اللي بتحتاجها مركز الشباب.
في خبرات معينه ما بيقدروش ينزلوا انتخابات، فهنستعين بيهم لاضافه يعني اضافه يعني مجهود للمجلس الاداري. نعلم انه من اجتماع الامس انتهى على بعض او عدد من التوصيات او النقاط، كان اهمها الزام الدوله بانشاء ويعني وبناء مركز شباب في كل قريه، يعني خليني اعرف تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع ويعني ومدى اهميه هذا الموضوع بالفعل. هو طبعا طبقا للدستور ان احنا طبعا الدوله بتشرف على او ترعى النشء والشباب، فاحنا صممنا ان احنا لازم الدوله تعمل مراكز شباب في كافه المحافظات والقرى. وزي ما قلت لك كده عايزين نعمل الناس كلها تلعب رياضه وتتاهل اذا كان في بطولات بعد كده ان شاء الله مستقبلا. فباذن الله هنصمم ان احنا نخش في مراكز الشباب باذن كل المحافظات والقرى باذن الله. قانون الرياضه الجديد يعني لم تبداوا بعد مناقشته ولا بالتوازي مع قانون الشباب بالمناقشه؟ لا لسه شويه كده ان شاء الله، بس ان شاء الله مصممين ان احنا نخلصه باذن الله. باذن الله. طيب لو اسال حضرتك يعني ممكن يتم الانتهاء من مناقشه قانون الشباب متى؟ خلال الشهر باذن الله. باذن الله. يعني حضرتك قبل التسجيل كنت بتقول لي عن محافظه الاسماعيليه او دايره الانتخابيه للاسماعيليه فيها برضو بعض المشاكل فيما يخص الشباب، ويعني قله في عدد مراكز الشباب، وان كان بعض المراكز الشباب اللي موجوده فهي يعني محتاجه بعض التطويرات وادخال بعض الالعاب الجديده بها. لا طبعا انت عارف ان الاسماعيليه محافظه شابه وعدد الشباب فيها كتير جدا، وانا مع ان انا اللي هو شرطه بس صممت ان انا اخش لجنه الشباب لرعايه ابناء الاسماعيليه والنادي الاسماعيلي العظيم اللي احنا بنحبه. فاحنا بنتابع الوزير جانا من حوالي اسبوع، عمل منشات كويسه جدا، وكان في لسه تاخر في نادي الاجتماعي الاسماعيلي، كل ده برضو بيتم الدفع بيه وان احنا نشد حيلنا شويه ان احنا نكمل باذن الله باذن المراكز باذن الله يعني باذن الله. بشكرك سياده النائب، كنت معنا ضيفا في عين عبر. شكرا، بشكرك جدا، بشكر الشيخ الشريف. شكرا شريف. ده كان لقائنا مع النائب اللواء أشرف عمارة وهو عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. أطلعنا على بعض التفاصيل التي بتدور حاليا في اجتماع اللجنة فيما يخص مناقشة قانون الشباب الجديد. هذا هو كل ما عندي، وعودة مرة أخرى إليك في الاستوديو. بشكرك شكرا جزيلا محمد بهاء. شكرا يا محمد على كل التفاصيل. بعد الفاصل هرجع لكم والمشاكل، خليكم معنا. اهلا بيكم من جديد. اهالي قريه شبرا اليمن بزفته الغربيه بيشتكوا من مشكله تلوث مياه النيل زي ما هو موجود وهعرضه امام حضراتكم في الصور بعد لحظات، اهي موجوده قدامكم. كمان في مشاكل في الصرف الصحي والكهرباء. استاذ احمد اللي بعت لنا المشكله بينضم لي على التليفون. استاذ احمد برحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. المياه دي نازله منين يا ايه ده؟ دي بالنسبه لميه الشرب حضرتك؟ ايوه يا استاذ احمد، ايوه انت مش فاتح التلفزيون مش كده؟ لا مش فاتحه. طيب تمام مش مشكله، اشرح لي الميه دي مستمره ولا بتنزل اول كام ثانيه كده وتتعدل؟ الميه دي حضرتك احنا عندنا الميه مخلوطه بالصرف الصحي. ها. تمام؟ في ناس عملت بريمات قبل ما يدخل الصرف وكده، فحصلت الميه وصلت لمنسوب المياه الجوفيه واختلطوا الاثنين ببعض. حصل مشروع منحه يابانيه المانيه من كام سنه من ايام حسني مبارك. تمام؟ المنحه دي كانت عشان نعمل مواسير ميه نظيفه من ميه البحر محطه تحليه بتكلفه رهيبه لاربع محافظات عشان القضاء على فيروس سي. حصل فساد في المواسير دي ان هي ما كانتش مطابقه للمواصفات. فلما جم عملوا مرحله التشغيل بدات كل شويه المواسير تنفجر، كل ما يعملوا محبس او ماسوره تنفجر، وبالتالي القريه او مجموعه قرى اتحرمت من مياه الشرب النظيفه. وكل ما تتكلم يقول لك اصل انتوا استهلاككم ضعيف، اصل انتوا استهلاككم شديد. المياه النظيفه زي بتاعه القاهره اللي فيها كلور احنا محرومين منها وبناخد من مياه الصرف الصحي. في قضيه فساد في موضوع المياه، يا ريت حد يبحث فيه. ده بالنسبه لموضوع المياه. تمام. وانتوا ما رحتوش ليه تبحثوا بنفسكم وتعملوا شكوى جماعيه تاخدوا النائب بتاع الدايره ومش فرض؟ مش فرض يا فندم، مش فرض. تمام. مجموعه كده بشكوى جماعيه وتروحوا تقابلوا النائب اللي حضراتكم انتخبتوه او عن دايرتكم وتروحوا للمسؤولين التنفيذيين، يعني ما خدتوش الخطوات لاخرها؟ النائب بتاعنا اللي هو سلامه الجوهري رفع ازازه ميه ملوثه من دي في قلب البرلمان وقال هي دي الميه اللي تشربها زفته. الكلام ده من شهر ونص او شهرين وحتى الان لم يحصل شيء. اتصلت بمجلس الوزراء
شكاوى مجلس الوزراء اكتر من مرتين، بييجوا يفتحوا الحنفيه يحللوا، ما بيجوش غير بعدها بخمس ست ايام لحد ما يصلحوا الماسوره اللي ضربه، يصلحوا الماسوره تيجي المايه حلوه وكويسه تمام لمده ساعه او ساعتين، في الساعه دي بياخدوا عينه المايه ويرجع يقول لك عينه المايه عندك جميله ما فيهاش اي مشكله تمام، يعني انت تصلح لمده الساعه اللي بياخدوا فيها العينه، ما بيجوش ياخدوا العينه في يومها لا، لحد ما بيصلحوا الماسوره ويرجعوا تاني ياخدوا العينه. طب وايه موضوع انتشار القمامه ده؟ لا حضرتك ده موضوع انتشار القمامه ده سوء من المجلس المحلي او الوحده المحليه، وعملنا كذا شكوى، عاملين مشروع جرار قمامه هنا، بس المشروع ده بيتكلف على الفرد 15 جنيه. احنا في الريف في اسر فقيره جدا ما تقدرش تدفع المبلغ ده. فكان الحل الوحيد عندهم ان هم بيتخلصوا من الزباله القمامه في رميها في النيل، مباشره في النيل. لحد حضرتك ما الموضوع ده تراكم على مدار السنين وعمل نظريه البيوجاز اللي هو بقى القمامه بتشتعل لوحدها. نبقى قاعدين بالليل كده نبص نلاقي ايه نار طالعه من القمامه كده. طبعا بتخنق ناس كتير وناس حصل لها اختناقات. كلمنا المسؤولين قال لك طب احنا هنعمل لكم ايه؟ ادفعوا ال 15 جنيه. 15 جنيه لكل بيت، يعني انا لو في الشهر؟ انا بيتي في الشهر بيتي يعني نص جنيه في اليوم. مش مشكله في نص جنيه، المشكله في البيت لو ثلاث شقق واربع شقق هيدفعوا 45 جنيه. مبلغ كبير. بالنسبه لمقارنه بقريه متبدر جنبنا، متبدر حلاوه عاملين المشروع ب 5 جنيه الزامي على كل بيت على فاتوره الميه. احنا قلنا المجلس المحلي اعتمدها ونزلها على الفاتوره اساسي 5 جنيه، مفيش اي بيت يقدر يعترض. طيب احنا هنوصل المشكله دي ومشكله الميه مع سياده المحافظ، وهنتابع مع سياده النائب اللي هو سلامه الجوهري ايه اللي وصل له بالظبط في موضوع الميه. اشكرك شكرا جزيلا. استاذ عبد الفتاح من القاهره، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حضرتك المشكله بخصوص كده ارض في منطقه المسله التابعه لحي المطريه محافظه القاهره. الارض دي زي ما حضرتك هتشوف في الصور موجوده من عشرات السنوات مهمله بالقمامه اللي فيها. انا قدمت لوزاره الصناعه شهر 4 اللي فات مشروع اسمه صنع في مصر. تحويل قطعه الارض دي لمنطقه صناعيه منطقه صغيره المشروعات الصغيره للشباب. وتمت الموافقه وبعتوها الهيئه العامه للتنميه الصناعيه وخدت الموافقه بالتمويل وتدريب الشباب واقامه المنطقه الصناعيه. بس كانت المشكله بتخصيص قطعه الارض من محافظه القاهره لحي المطريه لاقامه المنطقه الصناعيه. فتفضلوا الهيئه العامه للتنميه الصناعيه بعت الجواب لمحافظه القاهره بمطالباتهم او مناشدتهم بتخصيص قطعه الارض. ولغايه دلوقتي ما فيش اي رد من محافظه القاهره على تخصيص قطعه الارض. تمام. انا بعته لحضرتك موجود عند حضرتك دلوقتي الجواب بتاع الهيئه العامه للتنميه الصناعيه اللي بعتته لمحافظه القاهره. وبعته للنائب؟ لا ما فيش نوايا، ما بعتش لاي نائب. طب ما تحاول، حاول علشان هو يكون اسرع في التواصل مع المسؤولين طالما انت واخد الموافقات. في مجلس الشعب في المطريه موجودين معاهم بس هم ما تواصلوش مع المحافظه. انا في اكتر من ناس في مجلس الشعب هنا تبع دايره المطريه انا بعت لهم المشروع ومعاهم. بس طبعا الشغلات ومشاكل المطريه كتير فما اعرفش يعني اكيد مشغولياتهم اكتر يعني. طيب احنا هنحاول نوصل المشكلة بتاعت حضرتك ديت للنواب والنواب بدورهم للمسؤولين. رجاء يعني اللي بيبقى عنده مشكلة قبل الشكوى لوسائل الإعلام يبدأ الأول ياخد الإجراءات مع النواب ومع المسؤولين التنفيذيين وياخد الإجراءات بشكل تدريجي. وبعد كده احنا كمان معاه، يعني انا مش بقول ان احنا مش موجودين، احنا كمان معاه نلعب دور التنسيق، الوساطة، رفع المظلمة، الشكوى، ايا كان. انما احنا نعمل له ونبدا له ونمشي له ده شيء برضو صعب. مدام سكينه من القاهره، اتفضلي يا فندم. مدام استاذ محمد من القاهره، اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. الله يخليك يا فندم. حضرتك انا بتكلم بخصوص المواطن الفقير اللي هو مش لاقي يجيب علاج لنفسه لما يروح مستشفى حكومي حضرتك ويلاقي نفسه بيدفع تكلفه اشاعه وبيدفع تكلفه حقن وجبس والكلام دوت. حضرتك لو مواطن فقير مش هيلاقي الكلام دوت يروح فين؟ ده بيولد سخط على الدوله من المواطن الفقير. وانا من منطقه حضرتك معظمنا مهنيين، 99% مننا مهنيين. ملناش اي كفرنج تاميني طبي.
حضرتك الصنايعي مننا لو وقع ما بيلاقيش حد بيساعده، بنلم من بعضينا عشان نعالجه. فين حق المواطن دوت حضرتك على الدوله؟ الدوله بتطلب منه يدفع ميه، يدفع كهرباء، يدفع تامين، يدفع ضريبه، بيدفع. لما يجي يتعالج حضرتك ويخش استقبال ويلاقي نفسه بيدفع فلوس، مع حضرتك حق. صحيح، مع حضرتك حق. عشان كده هم دلوقتي بيعملوا قانون التامين الصحي الشامل. حضرتك مديني حق، مدي للمواطن ده حقه على العلاج على نفقه الدوله. حضرتك ده الموضوع ده بعيد عن الساده النواب، ملوش علاقه بالساده النواب. لا 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 لا, لا. ليه علاقه، ليه علاقه، ليه علاقه. ده هم حاليا في مجلس النواب بيعملوا قانون التامين الصحي الشامل، ده ليه علاقه ونص، ازاي ملوش علاقه؟ طيب حضرتك ده مستشفى حكومي، حضرتك في الناس دي انا بحس ان هي بتشتغل ضد الدوله، ضد الرئيس السيسي. السيسي بينحت في الصخر. مستشفى معينه ولا عموما؟ بتتكلم حضرتك على مستشفى معينه ولا عموما؟ هو الكلام ده حصل معايا حضرتك في مستشفى بولاق الدكرور العام. تمام، واخد بال حضرتك؟ اعتقد ان الكلام ده معمم على كل مستشفيات مصر. حضرتك انزل مستشفى القصر العيني، انزل مستشفى احمد ماهر، انزل المستشفيات اللي هي الحكوميه وشوف الكلام ده. يا ريت حضرتك تاخد كاميرات بتاعه حضرتك وتنزل تصور في قلب المستشفيات ده، هتشوف مأساه. صور لي وابعت، صور وابعت. انا مستعد حضرتك، هصور فيديو وهصور صور وهبعت لحضرتك، وحضرتك يا ريت نصعد الموضوع ده للسيد وزير الصحه عشان خاطر ياخد باله من الناس دي. بالتاكيد بالتاكيد. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. استاذ بهاء من البحر الاحمر. استاذ بهاء اتفضل. الو استاذ بهاء. اي فندم اتفضل. الو اتفضل يا استاذ بهاء. انا معاك معاق. تمام. ما مشكله انا وغير لا مشكلة معقلين في القدير أو سوى القدير في البحر الأحمر. حضرتك عايز ايه؟ أبدا معلش، حاول احنا برضو مع حضرتك. حضرتك حاول تقولي حضرتك عايز ايه المشكلة بالظبط. مشكلة المعقلين في القدير، مشكلة التأينات. طيب استاذ بهاء انا هخرج من الهواء اكلم حضرتك علشان اعرف اسمع منك كويس المشكله، يا ريت تاخدوا ارقامه. استاذه مها من اسكندريه اتفضلي. ازاي حضرتك استاذ شريف؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ شريف. احنا عندنا مشكله جامده قوي في اسكندريه. ايه هي؟ بيتنا قايل للسقوط يا استاذ شريف، وانا مسؤول عايز يسال علينا. فين حضرتك ساكنه؟ في المنشيه. المنشيه. واحنا حضرتك احنا لنا شقه مقدمين على شقه من 1998 وبعت حضرتك الصور. تمام. والمعارضين شافوا الصور، واحنا حرام وحياه ربي يا بابايا عاجز ازاي نجيب الشقه؟ حرام والله العظيم اللي بيحصل في البلد. طيب حضرتك أنا. حضرتك أنا. سيبي ارقامك مع الاعداد ونتواصل مع النواب التابعين للمنطقه اللي حضراتكم ساكنين فيها والاستاذ هاني يونس المتحدث باسم وزاره إسكان. بشكركم مشاهدين على المتابعة، تحياتي وفريق البرنامج، إلى اللقاء.